بيننا ويتفضل أحد واضع السؤال. مشكورة. تفضل سيد نائب محترم. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، كورونا أعطتنا صورة حية لواقع اقتصادي معاش تختله الهشاشة، وربما أرشدتنا إلى الطريق الصواب الذي تناقض خبراء المكاتب العالمية في تشخيص حلوله. في إطار المقاربة الإيجابية التي تتبناها الحكومة والتي قامت بالمناسبة بمجهودة جبارة في هذا الإطار، نرجو أن يكون هذا المشكل يعني فرصة للتغيير، يكون هذا البروبليم من اوبورتينيتي دو بروغري. وفي هذا الإطار خصوصا بالحال أن المشاكل التي نعيش الآن يعني تنتظر في وقت في زمن ننتظر فيه صياغة النموذج التنموي المغربي الذي كنا نامل أن يكون قبل هذه الانتخابات لنناقشه وليكون يعني مرجعية للحكومة المقبلة. في هذا الإطار السيد الوزير، شكرا سيد نائب، نسائلكم. يلا 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 اطلق. هذا للتخفيف من آثار الإغلاق الليلي في شهر رمضان على بعض القطاعات التجارية. ثانيا، ما هي التحولات الممكنة لإعادة هيكلة الاقتصاد المغربي ودعم قدراته التنافسية والابتكارية؟ شكرا شكرا سيد نائب محترم. السؤال لأحد وضعيه من المعارضة ليتفضل. مشكورا. أو تتفضل سيد النائبة. تفضلي سيد النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير المحترم، قررت الحكومة حظر التنقل الليلي من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحا بشهر رمضان المبارك. نعم، قرار اتخذتموه، تتحملون مسؤوليته، ونحن كبرلمان وكفرق المعارضة نسائلكم عن التدابير الموازية اللي غادي تقوموا بها من أجل الفئات التي تضررت منذ بداية هذا الشهر الفضلي. إن القرار اليوم ساري المفعول، خاصة وأن كما كتعرفوا يعني شهر رمضان مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الوقت ديالها، وواحد العدد ديال المواطنات والمواطنين كيشتغلوا أساسا في هذا الشهر، وفئة عريضة منهم يشتغلون أساسا بالليل. لذلك سيد الوزير، نسائلكم عن التدابير التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، وشكرا. شكرا سيد النائبة المحترمة. جواب سيد الوزير. تفضل سيد الوزير. تفضل مصر. سيد رئيس محترم، سيدات والسادة النواب محترمون، أولا رمضان مبارك سعيد، بالصحة والسلامة لجميع المغاربة إن شاء الله. أولا إلى جينا نشوفوا شهر رمضان، كل عام يكون فيه تدابير خاصة قبل شهر رمضان، خاصة التموين. التموين تكون فيه مشاكل إلا ما كانش موجد، فاشتغلنا هذه السنة في قضية التموين. غادي نتطرقوا للتفاصيل ديالو من بعد، ولكن نجيو للجواب ديال السؤال ديال الجائحة والانعكاسات ديال القرارات اللي اتخذوا. اللي خصنا نعرفوا وهو عبر العالم اللي تبين وهو هذا الفيروس كورونا تحول عدة مرات، كيتصابوا به جميع الناس اللي مردوش البال، ولهذا قرارات اللي اتخذوا الحمد لله في بلادنا عطاو نتائج ايجابيه. اللي كنشوفوا الارقام اليوم يعني ارقام مريحه، ولكن احنا عشنا الى فكرتوا عشنا واحد الفتره ديال العيد الكبير وانعكاسات اللي ديال الارقام اللي ارتفعوا بواحد يعني شي ارقام خياليه في واحد الوقت. وصراحه
جميع المغاربة تخلعوا، شفنا أنه هذه الجائحة مشت بعيد. الآن في رمضان كتعرفوا الطقوس ديالنا، كنتلاقاو كنفطروا جميع، كنتعشاو جميع، كنصليو التراويح جميع، والجميع كيتمنى أنه هذا الشيء يستمر. ولكن التخوف اللي كاين أنتم كتشوفوا عبر العالم اش وقع في هذه البلدان كلها المتقدمة اللي حاولت تحل تفتح شوية، احنا الاقتصاد ديالنا تضرر وتضرر كثير. انا من الناس اللي كنقول من الاول الجائحة اننا خصنا نفتحوا ونشتغلوا وما نشدوا شيء وكذا، انتم عشنا هذا الشيء جميع. لكن الان شهر رمضان صعيب جدا، فهذا القرار انا كنشاطر وكنواكب هذا القرار، ولو كمسؤول على الاقتصاد كنتمنى اننا نكونوا في واحد الحاله مرتاحه ونفتحوا جميع المطاعم والمقاهي وكذا. ولكن المسؤوليه ماشي هي هذه، المسؤوليه اليوم خصنا نحتاطوا، لان كاين المشاكل ديال هذه الجائحه مازال ما دازوش، ومازال في العالم عبر العالم حتى واحد ما عرف شحال غادي تدوم وشنو هما الحلول ديالها. إذن التدابير اللي خصها تتخذ الآن وهو نواكبوا هاد القطاعات اللي مقيوسة. كان عندي يعني تدخلات، عدة تدخلات مع وزارة المالية، أنا وزير المالية رئيس اللجنة ديال اليقظة، بدينا كنشتغلوا ديال أشنو هما التعويضات اللي غادي يمكن لهم يتعطاو في هاد الفترة اللي هي خاصة، وكنتمنوا انه في الايام المقبله غادي يرجع لعندنا باقتراحات. اذا حنا كنشتغلوا يوميا في هذا الاتجاه باش يمكننا نعطيو يعني مواكبه تكميليه في هذا الشهر رمضان ان شاء الله. شكرا. شكرا السيد الوزير. ننتقل الان الى تعقيبات الفرق والمجموعه. يتفضل احد النواب النائبة من فريق العدالة والتنمية. تفضل تفضل سي نعيم. سيد الرئيس، سيد الوزير، استمعنا إلى مداخلتكم بإمعان وبتركيز ومن خلال ما قدمتم من أجوبة. نشكركم على مجهوداتكم في تحريك هذا القطاع الحيوي اللي هو قطاع ديال المستقبل، لكن هذه المعطيات أو ما صرحتم به نرى أنه لا يصمد أمام الواقع. إن الواقع شيء آخر، الواقع مرير الذي يعيشه المواطن، ونقدر كذلك مجهودات الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الشجاعة بتوجيهات ملكية، حيث نجح المغرب في إبقاء جائحة كورونا إلى حد ما تحت السيطرة، وذلك على الرغم من طابعها الفجائي والصادم، مفضلا التضحية باقتصاد حفاظا على الأرواح، معتمدا على مقاربة ارتكزت على أربعة محاور متداخلة ومترابطة: الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، دون إغفال التركيز على إنعاش الاقتصاد ودعم مقاولات الخروج من الأزمة. ولا زالت التداعيات السلبية للجائحة متتالية على عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، رغم المجهودات التي تديرها الحكومة للتخفيف من وقعها. وقد عمقت الجرح النسخة المتحورة من الفيروس، حيث فرضت إغلاقا ليليا على عدد من الأنشطة التجارية التي تضمن قوت شريحة مهمة من المواطنين: مقاهي، مطاعم، بيع الألبسة، تجار صيرة الأجرة، بائع الفواكه الجافة، ومهن أخرى كثيرة تنشط في شهر رمضان. وأمر كارثي كذلك في بعض الجهات، وأنقل لكم معاناة جهة الشرق كنموذج بالمناطق الحدودية، حيث أن الإغلاق الحدود ألحق أضرارا اجتماعية واقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بدون بديل اقتصادي، حتى أصبحت بعض المدن تسمى بالشباح. إذا أخذنا نموذج للمدينة أحفير، والآن زادت حدة المعاناة
مما يستوجب منكم اتخاذ إجراءات استعجالية لمواكبة المتضررين من الإغلاق وإمكانية مراجعة هذا القرار. وأرى السيد الوزير أنكم كحكومة تأخرتم في دعم هذه الفئات. هناك من لا يجد ما ينفق ما يصرف اليوم دياله. كان من الممكن وضع هذه الإجراءات قبل شهر رمضان، علما على أن بعض الفئات لم تستفد أصلا من أي دعم، وكان ذلك محط أسئلة طرحناها عليكم بدون جواب، وهذا إشكال آخر. والتفكير بخصوص في العمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي دون أن ننسى آثار الجائحة على المقاولة المغربية المتوسطة والصغيرة، فالمطلوب منكم توضيحها أكثر وبدقة وتحديد التدابير والإجراءات المستعجلة دون تأخير لتأهيلها، تأهيل هذه المقاولات وجعلها قادرة على رفع التحديات والرهانات المستقبلية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وكذلك احتواء القطاع غير مهيكل الذي يشغل أزيد من 3 ملايين مغربي ومغربية، كذلك تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض التشغيل والتنمية المستدامة تركيزا على التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة والمقاولة ومواصلة تعزيز استراتيجيات قطاعية. وتعهدت الحكومة بالتنزيل التام لاستراتيجية المغرب الرقمي لتسيير اندماج الاقتصاد الوطني وتقليص الفجوات الرقمية وخاصة في العالم القروي، وكذلك بشأن التحولات الرقمية التي فرضتها جائحة كورونا. وبالرغم من أن المغرب اهتم مبكرا بالقطاع الرقمي لكنه يعيش تأخرا ملحوظا في هذا المجال، وبرز ذلك مع جائحة كورونا، وهناك تأخر ملحوظ في تطوير مشاريع رقمية ذات الأثر الملموس على الحياة اليومية للمواطن والمقاولة، وأصبح بالضرورة تسريع خطة التحول الرقمي قطاعي للسماح لجميع المشغلين والاقتصاديين والناشطين في مختلف القطاعات بالمراهنة على التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتشجيع البحث العلمي. السيد الوزير، هل حقق هذا الورش تيسير ودعم وتقوية عدد من المجالات التي برزت الحاجة إليها خلال هذه الفترة الأخيرة في التعليم والصحة والمحاكم والعمل عن بعد وتنزيل سياسة الدعم وتطوير آليات الرصد والتتبع، وكذلك مدى الاستفادة لخدمة النمو والقدرة التنافسية للقطاع، وماذا عن خطة الإنعاش التجاري 2023-2021 التي تشمل ضمن محاورها استراتيجية تعزيز ممارسات الفضلة للتجارة من خلال الرقمنة، وماذا عن التجارة الإلكترونية وأهميتها في تنظيم هذا القطاع، علما أن هناك إقبال كبير للمواطنين على هذا النوع من التجارة في ظروف الجائحة. سيد الوزير، نريد منكم أن تتواصلوا أكثر وتوضحوا هذه الأمور للمواطنين. المواطن ليس له علم بما يكفي عن هذه المستجدات دون أن ننسى إشكالات الإدارة الرقمية. نريد سيد الوزير برامج في الإعلام الرسمي بكثرة نرى فيها الشباب التقنيين عوض. انتهى الوقت سيد النائب، شكرا. التعقيب الموالي لفريق الأصالة والمعاصرة. إذن ننتقل للفريق التجمع الدستوري، فيتفضل أحد. تفضل سيد نائب، معليش تفضل سيد نائب، تفضل. لكم الكلمة سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، التدابير التي اتخذت مؤخرا في شهر رمضان فعلا أربكت مجموعة من واحد الفئة كبيرة من في القطاع ديال التجاري، وهاد الناس تنتظركم سيد الوزير، وكنتظروا بادرة مباشرة. يعني هما هاد الناس تكون واحد الفئة اللي هي يعني متوسطة أو شركات يعني صغرى وصغرى جدا، وما وحلول ديال القروض بجميع الفوائد وحتى بدون فائدة، فهذا لا يعني لن يصلح حالها. فهي كتنتظر من الحكومة ككل، يعني كوزارة الاقتصاد ووزارتكم، أنكم تعملوا باش توجدوا لها يعني مساعدات مباشرة وحلول اللي هي تكون باينة وواقعية وموضوعية. سيد الوزير، احنا الآن متأكدين وحنا معكم، هو أن اليوم لا يمكن في الآونة الأولى ديال الجائحة كنا كلنا سبقنا وعطينا، بما أن هذه الجائحة كانت استثنائية، أعطينا الأسبقية للصحة أمام الاقتصاد. اليوم بعد سنة مرت من هذه الجائحة، الكل يجزم بأن لا يمكن الفك في أي معادلة الفك بين الصحة والاقتصاد، وأي فك بينتهم فهو هذا سيغادي يكون العواقب ديالو وخيمة، لو لا الصحة فات الاقتصاد، لا الاقتصاد فات الصحة.
إذن هذا التعادل في هذه المعادلة صعب جدا، وحنا كنعرفوا باللي هذه الفئة اللي هي تتضرر الآن هي من الفئات سي لو مايون فابل ديال الاقتصاد ديالنا، وهذه الفئة كذلك هي لو مايون فابل ولكن هي الأكثر تواجدا في النسيج المقاولات ديالنا. إذا حنا السيد الوزير تنتظروا مبادرة قوية باش تكون في هذا المستوى. ثم غادي نرجع السيد الوزير باش نشكركم بعد على التدابير اللي اتخذت قبل واللي عطات للمغرب واحد المناعه ضد هاد المناعه الاقتصاديه ضد هاد الفيروس اللي اجتاحنا، انما كتبقى الطريق طويله، وحنا كنطلبوا منكم باش تمارسوا وتواكبوا هاد يعني الهيكله ديال هاد الاقتصاد بالرقمنه. وملي كنهضر على الرقمنه السيد الوزير انا كنهضر على يعني البيانات المفتوحه، علم البيانات يعني، ولا ما كنهضرش على الرقمنه لا روبوتيزاسيون او لا ديجيتيزاسيون دون لو سونس نجيبوا حاسوب وغيره، حنا كنهضروا على خلق مؤسسات. شكرا. انتهى الوقت، نمر الى تعقيب الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، خديت قرار الاغلاق الليلي في هذا الشهر الابرك وسديته على المغاربه ما بعد الفطور بالضبط مع 8 ديال الليل، ولكن السيد الوزير اليوم دوزنا اسبوع في رمضان ومازال ما اعلنتوا على حتى اجراء الفئات الهشه التي تضررت ودائما من اجراءاتكم. المغاربه اليوم بغاو يعرفوا كيفاش غادي يعيش هذاك السرباي وهذاك الكارسون ديال ديك القهوه الشعبيه اللي عنده واحد الاجر قليل وعايش غير بهذاك البوروبوار. بغا يعرفوا باش تعيش هذيك الفامد ميناج اللي عايشه بهذيك الخدمه، وغالبيه الاحيان ما تلقاوهاش حتى ديكلاري يا سيد الوزير. باش غيعيش هذاك مول الديتاي لهذاك وهذاك السيرور كذلك السيد الوزير، باش غادي يعيش هذاك العساس ديال الباركين اللي عنده غير هذاك المصدر ديال العيش، باش غادي يعيش هذاك اللي داير محلابه ولا مول الكاسكروطات، باش غادي يعيش هذاك الخياط اللي ما قادرش يخيط خلال النهار، باش غادي يعيش هذاك الصانع التقليدي اللي تنعرفوا بان هذا الرواج ديال هذا الميتي هذا الا في هذا الشهير المبارك، باش غادي يعيش هذاك البقال اللي اغلبيه الاحيان تيتسنى هذوك الناس اللي تيصوروا نهارهم غير بالليل، باش غادي يعيش هذاك مول الطاكسي الصغير ومول الطاكسي الكبير ومول الكاميو ومول الهوندا وغيرهم، باش غادي يعيشوا هذوك صحاب المهن الرمضانيه. السيد الوزير، الجائحه راه ما جاتش على غفله، راها 13 شهر وهي معانا وعايشه معانا السيد الوزير، وكيف بان كنتوا غادي تلقاو لنا حلول من قبل، اما غادي تخليوا الوضعيه مفتوحه وكان عندكم اختيارين من واحد، واما تخليوا الوضعيه محلوله مفتوحه وكنتوا غادي ديروا خير فينا وفي الناس، واما كنتوا غادي تسدوا على المغاربه وهذا كان خاصكم توجدوا له قبال وليه اموره خاصه. راه ما يمكنش الحكومه تدبر القرارات ديالها نهار بنهار السيد الوزير، واش وليتوا بحال الدراوش وبحالنا اللي تنعيشوا نهار بنهار، وهذه بحد ذاتها راها كارثه بالنسبه للحكومه. علاش ما سديتوش الوزينات وسديتوا هذوك الشركات الكبرى؟ حيت حنا تنحكروا على الحيط الصغير قصير ماشي على الحيط الكبير. اليوم السيد الوزير عطينا واحد الفرصه لبعض الدكاكين الانتخابيه باستغلالها لهذه الظرفيه، وبدات تتوزع القفاف مستغله بذلك حاجه المتضرر من هذا القرار لتحقيق اهداف معينه. سبحان الله، تقرر تجويع الناس وبعدو يتم توزيع القفاف، ولكن المغاربه راهم اكبر واكبر اكبر من هذا الخداع. الحكومة اليوم السيد بينت بأن البعد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لهذا القرار لا يهمها، وسلكت سياسة الهروب إلى الأمام وتركتهم بهذا القرار الذي يجسد بحق مظاهر الارتجال، الارتباك، التردد والانتظارية التي تطبع العمل الحكومي. شكرا سيد النائب محترم، انتهى الوقت للأسف. نعود إلى فريق الأصالة والمعاصرة. سيد النائب، سي هشام ولا يطرح سؤال؟ تفضل. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات السادة النواب المحترمين.
السيد الوزير استمع التعقيب ديالك في السياره لان كان السؤال مأخر شويه، ولكن اللي كنكتشف هذه الحكومه بانكم كلكم وليتوا وزاره الصحه. حنا لا سولنا وزير التجاره والصناعه والاقتصاد الرقمي، سولناك تجاوبنا على التجاره والصناعه، ما سولناك تجاوبنا على كورونا. رئيس الحكومه يجي يقول لنا متحوره، حيدوا على 23 وزير وخلي لنا وزير الصحه. واللي عجبتيني فيها هي قلتي الطقوس، فعلا الطقوس ديالكم ماشي هي الطقوس ديالنا سيد الوزير في رمضان. اعترفتي كتصليو مع بعضياتكم وكتفطروا مع بعضياتكم فعلا، لان كلكم وزراء ومدراء ساكنين في حي الرياض، ساكنين في كاليفورنيا في الدار البيضاء، كديروا فطيرات بعضياتكم، الجرادي ديالكم 90. لا 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 عفوا لا 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 سيد نائب الله يخليك، لا ساكنين الطقوس ديالكم ماشي هي الطقوس ديال المغاربه، كانت الطقوس ديال بعض الناس اللي كانوا كيكتبوا على المغاربه كيضربوا البيصاره ويركبوا في الكونغو، حتى هما ولاو سكنوا. ما تغير لكم والو ملي سديتوا علينا مع 8 د العشيه، مول فين كتفطروا مع بعضياتكم؟ اللي كيصلي كيصلي مع بعضياته، واللي كيلعب الكارطه واللي كيلعب التوتي، حتى حاجه ما خسرت لكمش. وما يمكنش شي باراج غادي يمشي يوقف ديال البوليس يوقف في حي الرياض ولا يوقف في كاليفورنيا ولا في طريق زعير ولا في بير قاسم. احنا سيد الوزير راه سولناك على طلب معاشوات، كي قال لك سيد الوزير راه سي الحافظ راه سردهم لك. ملي كنتو كتجمعوا ديروا هذا القرار، سيد رئيس الحكومه قال لنا هنا بانه كان اخذ ورد وعطاء واخذ ورد. ديك الساعه ما كنتيش انت جالس معاهم، ما عرفتيش كنت بان مسؤول على الملايين ديال المغاربه طلب معاشوات. ولا ما غاديش ننكروا بان نجحتي في التصريح الصناعي، ما غنكروش بانك خدمتي في المجالات اللي خدمتي فيها، ولكن كي قلت لوزير الماليه انت وزير التجاره والصناعه المهيكله والغير المهيكله. شحال من ملايير خسرتوا على التصريح الصناعي؟ بدات النتيجه ديالها كتبان، المهن العالميه بدات كتبان، وهاد التجار اللي كافين خيرهم شرهم، من نهار طلعتوا هاد الحكومه وانتم عينكم فيهم، الماده 20 الماده 145 كلهم كيتذكروها. دابا جيتي سديتي ليه، كتعرف بان جلسه في جامع الفنا سيد الوزير، جلسه هاد الماكله كتوكل 13 اسره. بلاصه في قاعه ديال الزيت فيها خمسه سته ديال الناس. سير للخبازه تشوف الناس باش كتعيش. النص ديال الشيفر دافير ديال هذوك الحوانت كيديروه في هذا رمضان. كل قهوه فيها 20 30 واحد ملزومه بها وفيها 20 30 واحد دايره بها. دابا عاد لجنه اليقظه غادي تفكر هذاك طالب معاش اش غادي يقول للمراه هاد اليومين اش غادي يدخل عليها باش غيدخل عليها. راه النص ديال المغاربه اللي عايشين معكم طالب معاش هو كيجيب نهار بنهارو. ولكن هذه الحكومه من النهار الاول قلتها حكومه كي قال السي الحافظ دابا حكومه مصالح رجال الاعمال ما تمش، مشاريع الشركات الكبرى اللي كتخلص لكم الضرائب ما تمش. واسيد الوزير راه هاد الناس كيخلصوا لكم الضرائب بطريقه غير مباشره، راه هاد التجار اللي عينكم فيهم راه هما اللي كيشروا العقار، هما اللي كيبنوا الجوامع، هما اللي كيديروا الاحسان في الدور ديالهم، هما اللي كيديروا الخير مع خالته وعمته. هادوك المهيكلين راه كيعطوكم غير الضريبه بوحدها. تحاسبوا معنا غير شحال ديال الجوامع كتبنا في المغرب، وورونا وزاره الاوقاف شحال كتعطي فيها، والباقي منين كيجي؟ راه كيجي من المحسنين، كيجي من المحسنين ديال ضرب عمر وديال مراكش وديال الدار البيضاء. سيروا شوفوا واش الناس داروا في دورهم، ولا هاد الناس بيطردوا من البلاد السيد الوزير؟ غير اللي ما كيعطيكمش الضرائب كما بغيتو يتهيكل كما بغيتو، وهاد الناس اش غنديروا لهم دروك؟ جاوبونا السيد الوزير، هاد التدابير اللي كانت خصها تخاد في نفس الوقت اللي كنتو كتاخذوا القرار باش تسدوا. ولكن كي قلت لك انتم راه الطقوس ديالكم هي ماشي هي الطقوس ديالنا. شكرا. ما عارفينش. شكرا سيد نائب محترم، انتهى الوقت. السيد الرئيس على الفريق الحركي. تفضل سيد رئيس. سيد رئيس عندي جوج دقائق ونص، ماشي جوج. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير المحترم، ما نظنش غادي نختلفوا كمغاربه حول واحد الوضع. اولا المغرب دار مجهودات كبيره وصبحت مثال للعالم في التصدي لهذه الجائحه
ونجحنا الحمد لله وبقى المسيرة غادية. سيد الوزير جا فضلات ديالكم. عفوا الله يخليكم، كلموا السيد نائب انصات تفضل. نعاود من الاول السيد الرئيس. سيد الوزير حتى شي واحد ما غادي ينكر المجهود اللي دارت الحكومه مشكوره، والحمد لله استطاع المغرب بفضل هذه المجهودات المتبصره يتغلب على هذه الجائحه، وحنا غادي الحمد لله سواء على المستوى الصحي او على المستوى الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. سيد الوزير انا سمعت الرد ديالكم واستبشرت خيرا خيرا ان الحكومه واللجنه كتوجد شي حاجه باش تعاون هاد الناس. كنتمنى هاد المجهودات دار قبل ما ناخذوا القرار ديال الاغلاق في رمضان، لان في رمضان اليوم حتى اللي كنضر غير شويه ولا مضر بزاف، خصوصا الفئات الفقيره. ما القهاوي مالي ما نعاودش داكشي اللي قال لي قالوا الناس، يعني الطن مع شوات الى اخره، مالي المحلبات الفنانه الشعبيه، فئات عريضه كل هاد الضرات اليوم. كاينه الوفره في السوق ديال المنتوجات، ولكن هاد الفقراء منين غادي يدوزوا ليها؟ راه كان اللي مصاب باش يدي حتى ليمونه لولادو، كان خدام في قهوه سد، كان عنده محلبه سد، كان طن مع شو سد، كان في جامع الفنان سد. على الاقل نفكروا فيهم ونتعاونوا معهم. الناس كيلتجؤوا الناس للتضامن الاجتماعي، الجيران بيناتهم والمؤسسات بيناتها، ولكن بغينا الحكومه تقوم مبادرات واقعيه جزافيه عامه على جميع فئات الشعب المتضرره، جميع الناس اللي تضروا من هذه الجائحه، خصوصا الان في سيدنا رمضان الناس تضرت بزاف، تقصحات بزاف. كنا كنتمناو رئيس الحكومه المحترم يجيب لنا مبادرات من اللي عندنا الاثنين اللي فات، ولكن ما جاب لنا حتى شي مبادره مع الاسف. كنتمنى السيد الوزير تداركوا هذا الامر هذا وتعجلوا بهذه المساعدات للفئات الفقيره المتضرره. نقطه اخرى السيد الوزير هي ذاك النظام التكميلي ديال الضرائب على التجار الصغار، ماذا بنا تمدوه شي شويه؟ كان اخر مارس ولكن زدوه سيمانه ما كافياش. الناس التجار الصغار ما عندهمش باش يأديو، تفهموهم وزيدوا لهم شي شويه في الوقت حتى توسع وتفرج الامور. شكرا سيد الوزير. شكرا. لا الوقت مضبوط سيد النائب، الوقت مضبوط، عنده 24 ثانيه عاود رجعات، راه كاين 32 دقيقه، راه ما كاينش غير لا ريجي، راه كاين الانسان ايضا حتى هو كيضبط. نمر الى تعقيب الفريق الاشتراكي. السيد الوزير المحترم، تنعتقد ان هذه اللحظه هي لحظه وطنيه بامتياز. علاش؟ لانه احنا هنايا باش نزيدوا عليك ولا نزيدوا على شي حد، ولكن لايجاد الحلول لفئه كبيره من الشعب المغربي وعريضه، تم ذكر الكثير منها كافراد او كمقاولات. السيد الوزير كتعرفوا على انه اليوم واحد المجموعه ديال التدابير تاخذت، وبعد خطرات كتجي للناس فكره على ان ما كاينش مجهود اضافي لتحليل هاد مثلا. كنلقاو بان الكورونا كاينه في الدار البيضاء بشكل كبير، ولكن ما مصنفينش حنا المغرب الى اخضر وبرتقالي واحمر، لا، كل شيء سد على كل شيء، لانه كورونا غادي يمكن. انا تنعتقد انه كيخص الحكومه تبذل المجهود في هذا الاتجاه. السيد الوزير، واحد المجموعه ديال الحرف كتعيش اوضاع صعبه، من ارباب المطاعم والمقاهي، النقل السياحي، اصحاب المهن الاخرى كثيره راه حصل لها، كذلك وكالات التواصل وتنظيم التظاهرات، الناس عندها الكريديات السيد الوزير كيصبحوا عليهم وفسالف وغيرها كيصبحوا عليهم في الصباح يوميا، والناس ما عندهاش امكانيه انه تادي الكريديات ديالها. من غير هذوك اللي ما لاقينش ما ياكلوا، كاينين هذوك المقاولات اللي الاف المقاولات، وغادي تشوفوا جميعا على انه غادي تسد من هنا واحد شهر او شهرين. الناس كتنتظر كتشوف هذا، ما كاينه حتى رؤيه
عند حتى شي واحد في العالم ما كايناش رؤيه هاد الكره الوقت اش غتسالي وهاد الناس واش غيمكن لهم يكملوا في المهن ديالهم في الحرف ديالهم او لا كيقلبوا على حرف جديده باش يمكن لهم يعيشوا اوضاع على الاقل بحال اللي كيقولوا الناس كتعيش بكرامه. سيد الوزير المحترم تنطلبوا منكم وانتم عضو لجنه اليقظه انكم تفكروا ماشي تفكروا خصكم تدوزوا راكم فكرتوا قلتوا وعدتوا ولكن كاين بعض الاشياء اللي خصكم الان تدوزوا تطبقوها على الناس اللي هما في حاجه كبيره على في حاجه ماسه الى العيش الكريم من كل الفئات كانوا افرادا او مقاولات. وشكرا. شكرا سيد النائبه المحترمه. نمر الى تعقيب المجموعه النيابيه لتقدم الشرفيات. تفضلي سيده النائبه. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير اللي استشفيناه من الجواب ديالكم هو انكم في طور مناقشات واحد الاقتراح ديال تعويض الفئات المتضرره. حنا اسبوع عيد السلف رمضان بغيت نسولكم واش كتضحكوا علينا ولا كتضحكوا على المغاربه؟ عارفين انكم خديتوا قرار قبل رمضان هذاك اللي فيه سدان خديتوه قبل رمضان والبدائل حنا مازالين كنناقشوها. سيد الوزير الله يخليكم هذه الحكومه يعني قلناها لكم النهار الاول قلنا لكم بانكم حكومه صماء ما كتسمعوش النبض الشارع ما كتسمعوش الصوت ديال المواطن البسيط ديال ديك الفئات الهشه. انتم عارفين ان القطاع الغير مهيكل مكتسح بلادنا ياك ورئيس الحكومه قال بان كورونا كتحرك بالنهار وبالليل سد عليها بالليل وتهنى منها بالليل ولكن كاين مواطنين اللي كيتحركوا غير بالليل ماشي موظفين ماشي مستخدمين عندهم مهن بسيطه كي عنده طبله خدام في مقهى خدام في مطعم طاكسي يعني واحد العدد ديال المهن اللي كتشتغل في رمضان غير بالليل. السيد الوزير هذه قرارات العنصر ديال الزمن عنصر حاسم مواطنات ومواطنين اليوم في رمضان النهار السادس في رمضان او النهار الخامس كاين اللي طبلته فارغه الا كاين الناس اللي عندهم طبلتهم عامرين ومرتاحين فكاين مواطنين اللي ما لاقيش ما يوكل لولادو كيدخل قوت يوم اليوم باش يتقضى داكشي اللي غيوكل ولادو غدا. خصنا نفكروا بهذا المنطق السيد الوزير راه ما يمكنش نتعاملوا كما لو اننا الامور راه عاديه واننا سدينا حنا مع التدابير الصحيه ما عندنا ما نقولوا عليها ولكن التدابير الموازيه كان خصها تكون عندكم اولويه. السيد الوزير للاسف اخلفتم مجددا الموعد مع المواطنات والمواطنين اللي كانوا كينتظروا هما منضبطين يعني واحد العدد ديال الفئات واخا يعني كاين اللي ربما ما ملتزمش ولكن كاين فئات عريضه ملتزمه ومنضبطه بهذا القرار الصحي ولكن كانت كتنتظر منكم تدابير حقيقيه ومازال كتنتظر عليه حتى الساعه وكنتمنى. شكرا سيده النائبه. شكرا سيده النائبه. سيد الوزير لكم شكون اللي بقى؟ شكون اللي بقى؟ تعقيب الاضافي عفوا تفضلي سيدي. عم السيد الوزير مفهوم باننا امام وباء وخصنا اجراءات قاسيه وجريئه للحد من الانتشار ديالو ولكن من غير المفهوم بان الحكومه تجيب قرار بهذا الحجم هذا وبهاد الحده هذه بدون ما تجيب اجراءات مواكبه ليه. لا الجواب ديال السيد رئيس الحكومه ولا الجواب ديالكم اليوم كان فيه بانه ها هما الاجراءات لتعويض هاد الناس اللي سدينا عليهم. من غير المقبول السيد الوزير انه تجيو تسدوا بدون واليوم اليوم اليوم كتقول حرفا بانه مازال غادي تجلسوا مع لجنه اليقظه باش تقرروا شنو غاديروا في الاجراءات المواكبه. راه هذا رمضان ماشي حاجه فاجات الحكومه، رمضان كان معروف التاريخ ديالو، وبالتالي كان اليوم الجواب ديالكم السيد الوزير تقولنا هاد التعويضات اللي غادي نقدموا للمواطنين اكثر من هذا، اليس واش الحكومه ما كتفكرش انها تمددها ولا انها تعيد النظر في هذا القرار الجائر للمواطنين، لا سيما وانه خلف مجموعه من يعني الحكومه بغيت نقول واش ما كتفكرش بانها تعيد النظر في هذا القرار اللي خداته. شكرا سيده نائبه. هل هناك من تعقيب سؤال؟ تفضل يا سيد نائب. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير الله يخليك غادي نطرح لكم واحد السؤال ولكن ماشي كوزير كرجل اعمال. واش باقي عندكم الغرض في المقاوله من بعد الجائحه؟ ولا كتفكروا ان لما تفوت الجائحه غادي نلقاو راسنا بدون لا مقاولات ولا اللي غيخدموا هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم؟
لان اليوم كنلقاو راسنا هذا الشيء باش غادين تظهر لي بان في اخر المطاف غادي نلقاو المقاولات كلهم في الافلاس. هذه مساله. واحد السؤال السيد الوزير، كتكلموا على التدابير، البارح مشيت لمرجان ما كاينش فين تحط رجلك، شي فوق شي، كتمشي للسويقه نفس الشيء. واش سبحان الله العظيم هاد كورونا كتخرج غير بالليل؟ هادشي اللي بغيت نعرف، لان ربما بالليل عدد ديال الناس اللي كيكونوا خارجين اقل بكثير 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 مما كيكون بالنهار. دونك الا خلينا هاد الساعتين ولا ثلاثه الساعات لاصحاب المقاهي وهذا غادي نتفاداو هادشي اللي انتم. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. تفضل سي هشام. سيد الوزير، في خضم هادشي ديال طلب معاش اللي كيعيش نهار بنهار، ونسينا قضية مهمة، ولا أنا متأكد بأنه ملف إلا تبنيتو غادي تنجحوا فيه، وهي حادثة طنجة. سيد الوزير، يجب العمل من اليوم والتفكير مع الجهات والجماعات الترابية بإيجاد بدائل، كما درتوا الروكازمون البرارك وخدمتوا فيهم، خصكم تفتحوا هذا البرش دابا وديروا الروكازمون لهاد الأحياء، لهاد الورشات وهاد المعامل غير المهيكله داخل المدن. راه الارض السيد الوزير كانوا كيسلخوا فيها مال العقار ويدوها ويديروا فيها 200 لوجمون ويديروا فيها العقار ويربحوا الفلوس. اللهم اولا في هاد الناس نهيكلوهم ونخلوهم عايشين. راه عندكم السيد الوزير كنعرف بانه الا كنهضر مع وزير عندك الا تبنيتي هذا الملف من دابا 5 سنين او 6 سنين غنشوفوا الاثار ديالو على ارض الواقع. كما نجحتي ملفات اخرى بغيناك هذا الملف تنجحوا وتخوي لنا المدن ديالنا من هذه الورشات يولوا مدن قابله للعيش، ولكن في نفس الوقت تعطيوا لهذه الورشات احياء صناعيه باثمنه مناسبه. وشكرا. شكرا سي النائب المحترم. هناك من تعقيب اضافي اخر، تفضل. شكرا السيد الرئيس. نتفهم مع قرب انتخابات كتكون شويه ديال النقاش، لكن هناك فرق بين الشعبوية والقرب من الشعب. منذ 2017 الحكومة تشتغل على المهن الحرة والمستقلة، هادو صحاب التجار والمطاعم والمقاهي والطاكسيات والباعة الجائرين وباعي الحلويات والخياطة والحمامات وطالب معاش واللي كيبيع الزريعة والسرورات، كلهم اشتغلت عليهم الحكومة باش دير لهم واحد القانون ديال الحماية الاجتماعية. أنا ما خصناش نسينا أن جلالة الملك قبل بضعة أيام دشنا هذه العملية اللي بدأت منذ 2017، والحكومة خصت 23 مليار ديال الدرهم من أصل 51 مليار. هذا ما خصناش ننساوه لأنه مهم جدا، ولولا كوفيد ربما ما كناش غادي غنستطيعوا أننا نسرعوا بهذا الملف. ولذلك نحن كبرلمان نحن مسؤولين، لا قدر الله، صحيح اليوم عندنا 364 وعندنا حالة وفاة واحدة، ولكن العلم بيد الله، حنا مسؤولين. إذا تطورت الحالة لا قدر الله غنكونوا كلنا مسؤولين، ولكن اللي غنديروه في الجباد تما هي الحكومة. ولكن كنقولوا نحن كذلك كمسؤولين، كنقولوا للحكومة الإجراءات المواكبة. ما يمكنش نهائيا أننا نديروا الإجراءات بلا إجراءات مواكبة. لذلك السيد الوزير، انتم هضرتوا مع وزير الماليه، حنا غنجيبوا وزير الماليه، ولكن بغيناكم من الان قبل ما ينتصف رمضان ان هاد الناس اللي تكلمنا عليهم يتلقاو التعويضات ديالهم. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد الرئيس. دائما في اطار تعقيباتنا. تفضل سيد الرئيس، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سي هشام ارجوك، وكرمناك بالإنصات، كرم سيد الرئيس بالإنصات أيضا. تفضل سيد الرئيس، تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أنتم تكلمتوا وقلتوا على أن هذا القرار تخط صعب بمناسبة هذا الشهر ديال رمضان، وأنكم عرضتوا منذ البداية واحد مجموعة ديال القرارات. الملاحظ هو أن المواطن هذه الحكومة يعني بصدق في هذه الجائحة كتمارس واحد النوع ديال التعذيب النفسي، لأنها تترك القرارات لآخر لحظة ويظل المواطن دائما موضع تساؤل. الان حنا في رمضان، حنا كنعيشوا داز 6 ايام بصعوبتها، المواطنات والمواطنين الفئات اللي كتعاني خصها واحد نقطه ضوء، لان كيبان لها واحد النفق مظلم. عندكم واحد 20 دقيقه السيد الوزير الان باش تعاقبوا، ولا 19.
نتمناو تقدموا ما ينير الطريق امام هاد المواطنين والمواطنين. شنو غادي ديروا مستقبلا؟ لان طالت هاد الجائحه ما يمكنش تستمر هاد القرارات. نتحدث عن التعايش مع الجائحه وليس الانتحار معها. التعايش يقتضي ان تكون الحياه في جميع الجوانب ديالها مستمره بالنسبه لجميع المواطنات والمواطنين. شكرا سيد الرئيس. ماشي فقط الحجر الصحي. معذره انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب اضافي اخر في الموضوع؟ لا يبدو. سيد الوزير. شكرا على التدخلات. تمويل احنا جايين غير الى سمحتوا. بعض المرات ما كنعرفوش شنو هو النوع ديال الجواب اللي البعض كيطلب. الى جاوبت على الصحه كتقولوا لي علاش كندخل في مسائل ديال الصحه. ما جاوبتش على الصحه كتقول لي التضامن ديال الحكومه خصك تجاوب. انا عده الملفات اللي هضرتوا عليهم اليوم ماشي شغلي. الا بغيت نقول نجاوبكم باش نكونوا متابقين، تقول لي الصحه، ما انا ماشي ديال الصحه، ديال الماليه ماشي انا والماليه. انا نتذكر معكم على الصناعه والتجاره والاقتصاد الاخضر والرقمي، ولكن كعضو من الحكومه كنحاول احتراما للاسئله والمستوى ديال الاسئله اننا نجاوب. ولكن الى قررت انني نجاوب غير على هذا القطاع هذا، انا متفق ما نتكلمش على مسائل اخرى اللي بغينا. ما غاديش نجاوب لا شعبويه ولا غيرها. خليونا في المسائل ديال المعقول. هذه الجائحه كيفاش تطورت؟ ما كاينش مغربي اللي يمكن له يعطيكم يعني تأمل يقول لك كيفاش غادي من دابا أسابيع جوج أو ثلاثة غادي يتطور هذا الوباء. بلا ما نعطيكم أسرار اللي ما خصهاش تخرج، ولكن اشتغال في هذه اللجنة هذه ما كانش عندنا علم وما كانش قرار نهائيا قبل رمضان أننا غادي نشدوا. كنقول لكم أنا عضو في هذه اللجنة. القرار اللي كان اتخاذ كنظن انا ما عنديش الرخصه باش نعطيكم هذه المعلومات، ولكن ما نخبيو عليكم والو. القرار اللي اتخاذ اسبوع قبل انه حتى حاجه ما تشد. شفنا الارقام وهذاك لو فاريون اللي دخل المغرب ودخل يعني بكثره، ماشي واحد ماشي جوج. القرار الاخير اللي اتخاذ وواحد يعني سرعه بالمسؤوليه، وهو نردوا البال انه هذا شهر رمضان غادي يوقع فيه المشاكل. لان بان لنا انه هذوك لي كوب كانوا كينزلوا وكنا متفائلين وكنقولوا الحمد لله هذا الوباء صافي فضينا معاه. المغاربه يعني تضامنوا وصلنا لنتيجه ايجابيه، غادي يمكن لنا ندخلوا لشهر رمضان يعني عادي. ولكن الصراحه ملي تشوف الارقام اللي عاود طلعوا يعني الجميع تيخصو يرد البال، لان الصحه ديال المواطنين هي مهمه واهم من الاقتصاد. شكونوا واضحين؟ انا كمسؤول القطاع ديال الاقتصاد كنتضرر وكنتاسف يوميا علاش الاقتصاد ما حليناش، وكون جيتوا عليا تبعوني في الاول لو كان بلا شك وصلنا لشي مصيبه الله يحفظ. لان الاتجاه اللي كنت انا غادي فيه كنقول ما نقتلوش الاقتصاد المغرب، نردوا البال كيف كان السؤال انه المقاوله المغربيه ما خصهاش من بعد الجائحه تكون مات وكذا. ولكن ملي كنشوف في البلدان الاخرى المتقدمه اللي خذوا قرارات اخرى ما شدوش بلادهم، ما ضحاوش بواحد شي حاجه من الاقتصاد ديالهم اللي انخفض، قالوا اننا غادي نمشيو شوفوا امريكا باش نكون واضحين، كانوا قرارات اخرى ونتائج اخرى والحمد لله على بلادنا. طبعا حنا متاسفين
كنهضر شخصيا وزارة اللي متبعة هذه القطاعات ديال الاقتصاد، كنتأسفوا يوميا من اللي كنشوفوا الحالة ديال الاقتصاد ديالنا، خاصة قطاع غير المهيكل. وغادي تسمحوا لي غادي نقول لكم اللي في قلبي، انا متأسف من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول وهو الناس المضرورين، كمغربي ما يمكنش نقبل انه الناس يكونوا مضرورين في جائحه ولا ماشي جائحه. ومتأسف لان هذا الشيء راه عندنا يعني مباح. انا في القطاع غير المهيكل ومشكل ديالك، ما نخلصش الضريبه ومشكل ديالك، ماشي وزير الاقتصاد والماليه، ولكن مغربي اللي كيهضر معكم. ما يمكنش كلنا ما نخلصوش الضريبه ونقولوا انه نجيو في واحد الفتره معينه ونقولوا اليوم غادي خصنا نعاونوا هذا ولا نعاونوا الاخر، باش غنعاونوهم الا ما خلصناش الضرائب ديالنا. اذا مزيان، كنظن انه هذه الجائحه عطاتنا دروس في عده مسائل. رقمنات الاقتصاد المغربي تحرك، رقمنات التعليم ما عمرنا كنا نحلموا به كيف تدار، رقمنات الاداره المغربيه وصلت للمستوى اللي ما عمرنا كنا نحلموا به. انا كنشرف على هذا القطاع مع الوكاله اللي مكلفه برقمنات الاقتصاد المغربي والاداره المغربيه. هذه المجهودات اللي داروا كنظن اننا ربحنا اكثر من 5 سنين في هذه الجائحه هذه، لان تخلعنا كلنا وحلينا الابواب وبداو الادارات تقول لك اجي غير عاوني يمكن نعطيكم التفاصيل ديال داكشي اللي تدار. يعني الحصيله ما كنتش كنحلم بها صراحه. وصلنا لواحد المستوى يعني مازال المجال باش نتقدموا، ولكن هذا الشيء اللي دار لحد الان الحمد لله عليه. نرجعوا للتدابير اللي خصها تخاض لهذا القطاع. كيكون نقاش كيف قال السيد رئيس الحكومه، طبعا تيكون نقاش وما متفقينش كلنا، لان الا جيتوا تتبعوني انا الخزينه ديال البلاد غادي نخرج عليها. يعني نقول لكم عطوني هاد الفلوس كلهم غادي نفرقهم الان. هذا وجهه نظري وهذا المسؤوليه ديالي، لان القطاع الا كان متضرر وتابع ليا خصني نعاونو، المقاهي المطاعم وغيرهم هادو. اذا النقاش راه كاين، القرار ما اتخاض حتى لاخر لحظه باش نكونوا واضحين، لان تقال انه كان في بالكم ان هذا الشيء غادي نشدوه ولي علاش ما درتوش التدابير قبل منها، لان ما كناش كنتخيلوا اننا غادي نشدوا في شهر رمضان ابدا. كنا كنتمناو، قلت لكم بعض الايام قبل كانوا الارقام مزيانين، كنا كنقولوا غادي نبداو نحلوا تدريجيا وكنخمموا كيفاش غادي نزيدوا نحلوا حتى للخارج وكذا، ولكن تدريجيا تبين انه الارقام ما غاديينش في الطريق الصحيح وخصنا ناخذوا هاد التدابير. اذا النقاش كيف قلنا كاين وموجود اليوم، كنتمناو اننا في الايام المقبله نجيو بنتائج. كان سؤال واش كنضحكوا عليكم ولا كنضحكوا على المغاربه؟ واش كتضحكوا علينا ملي كتحطوا لنا هذا السؤال هذا؟ واش كتهضروا مع المسؤولين اللي كتعرفوا؟ واش حنا كنتمازحوا في هذه المسائل هذه الملفات هذو؟ هادو ملفات ديال المغاربه، ممنوع لكل واحد منا انه يبخص هادشي اللي خصو يدار لهم. الوقت يعني كنتفهم اننا قربنا الانتخابات وخصنا شويه ديال الشعبويه وشويه ديال الحركه السياسويه، ولكن حنا في واحد الوقت ديال المسؤوليه من بعد جائحه اللي قاست المغاربه وقاستهم بالمعقول. كنتمنى اننا نكونوا مسؤولين ويكون النقاش ما بيناتنا في واحد المستوى. ما كنظنش انه المغاربه كيتسناو اننا شي كيضحك على شي. نتذكروا في مسائل موضوعيه، الا كاين شي مسائل شي اقتراحات باش يمكننا نشتغلوا عليها من اليوم، ما غاديش نعسوا، عطونا الاقتراحات نشتغلوا عليهم. راه كاين 36 مليون ديال المغاربه اللي كيتسناونا اش كنديروا. حنا كنديروا المجهود اللي قادين عليه، الا بان لكم شي حاجه ما نديروا زايده قولوها لنا. انا متفق معكم انه واحد يعني شريحه من
المجتمع ديالنا تضررت في هذه الجائحه. طبعا هادشي كلنا عرفناه وعارفينه. هادشي فين غادي نقول لكم اليوم؟ الله اعلم. ما بقيت تنطق حتى في راسي. كتشوف في التلفازه اليوم كيقول لك راه الجائحه هنا دير هذا الفاكسين راه مزيان، غدا تيقول لك لا ما مزيانش. علاش؟ لان هادشي جديد، حتى واحد في العالم ما عرفه، وحتى واحد في العالم ما محكم فيه. ولكن الحمد لله صراحه بهذا الشيء اللي عايشين والمشاكل اللي عايشين، الحمد لله على بلادنا اللي كنشوفوا حنا فين وصلنا، والناس اللي تقاسوا عندنا في البلاد والاموات ديالنا. الحمد لله الاقتصاد تقاس، ولكن المغاربه حنا كمغاربه غادي نتقاتلوا وغادي نشتغلوا يوميا باش نوصلوا للنتائج ان شاء الله، اننا نتجاوزوا هذا الشيء والاقتصاد ديالنا يبقى. اشنو هو الهدف ديالنا يوميا؟ وهو نخرجوا من هذه الجائحه بالشركات ديالنا والمقاولين والناس والعمال في احسن ما يرام. ولكن ما نكذبوش على راسنا، جائحه عالميه ومغربيه، والمشاكل اللي دارت في الاقتصاد كاينه وغادي تكون، وما عندنا عليها هروب. اللي يمكن نديرو وهو نلقاو حلول باش نخففوا شويه هاد الجائحه اللي قاست الاقتصاد المغربي وقاست مناصب الشغل وقاست الناس. ولكن باش نكذبوا ونقولوا انه هذا الشيء ما عطاش غادي نديروا ليه وغادي يتحيد وما يبقاش كورونا في المغرب وغادي مناصب الشغل ما يتقاسوش، كيفاش بغيتي مناصب الشغل ما يتقاسوش؟ مشينا هضرنا على المقاهي والمطاعم، نهضر لكم انا على النسيج. النسيج كان واحد المشكل ملي شدينا تحل، بدينا غادي مزيان في واحد يعني وتيره هائله، تفاجئنا. ولكن ملي شدوا في اوروبا، السيد اللي ما كيخرجش يشري قميجه ديالو، هذيك القميجه راه حنا اللي كنصنعوها هنا في المغرب، ما كنبيعها ليش. اذا ملي كيشد تما كيوقع ليا مشكل انا. هذا الاقتصاد اللي دابا رجع متشبك، ما يمكنش تقول انه هما عندهم مشكل وانا ما عنديش. هذه الجائحه عامه قاست العالم وقيسنا، حنا اللي كنقولوا الحمد لله على كل حال قاستنا اقل ما قاست الناس، ما تضروش الناس، ما تقاسوش كيف تقاسوا في بلدان اخرى، ما ماتوش عندنا الناس كيف ماتوا في بلدان اخرى، وحتى الاقتصاد ديالنا ما تقاسش بحال بلدان اخرى. بعض البلدان عندهم امكانيات اكثر من الامكانيات ديال المغرب. الغالب الله كاين بلدان غنيه وكاين بلدان فقيره افقر منا وكاين بلدان متوسطه بحالنا. حنا بداك الشيء اللي عندنا وبالطقوس ديالنا، سمحوا لي انا مغربي، تقول لي ما كنعرفوش الطقوس ديال المغاربه، كنعرف الطقوس تقريبا بحالكم كلكم، وكنعرف البصاره وعشت بها وكنعرف هادشي كله. يعني ما نبقوش نديروا المزايدات في الخاويه. ولد مراكش، ولد جامعه فينا عايش فيها، وكنعرف جميع ما كتعرفوا كنعرفوه. اذا ما نبقوش نتزايدوا في هاد المسائل هادو، نبنيو. المغاربه ما كيتسناوناش نبداو نبدلوا بيناتنا في الهضره الخاويه، نهضروا بالمعقول. انا مغربي وكنعرف المغرب وكنعرف المغاربه خوتي وكنعرفهم باش مضرورين. هذا الشيء اللي وصلنا له ديال التغطيه الصحيه اشتغلنا عليه عام ونص مع التجار، نزل من السماء، درنا مناظرات جهويه، اجتمعنا معاهم في مراكش 3600 ديال التجار، تصنتنا لهم، خدنا معاهم بعين الاعتبار شنو هما اشخاصهم باش نتعاونوا معاهم، كنديروا جميع الامكانيات. واش هذا الشيء كافي؟ طبعا لا ما كافيش، جداش ما درتي ما يكفيش، مازال خصنا نزيدوا اكثر واكثر. ولكن الله يخليكم انا مستعد نشتغل ليل نهار. اعطوني النقط بالضبط اللي درنا فيهم شي غلط نصحوه من دابا، النقط اللي يمكن لنا نطوروها مرحبا، والتزايدات صعيب عليا باش يمكن نجاوب على كل التزايدات لان ما عنديش خبره في هذا الميدان. شكرا. شكرا للسيد الوزير.